انطلاقة رابع اشواطنا تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه، شوطنا الرابع والخاص بانطلاقه وتحديات هنا القعدان ايضا الفطامين التي نتابعهن هذا الانطلاق نتابع هنا شاهين من يفتتح الصداره منصور بن غدير بن سعيد بن حبوه الحميري من ينطلق على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول مياس من الجانب الاخر سيف سالم بسيف ان يادي من ياتينا على المركز الثاني والمركز الثالث هنا مطار بن سلطان بن عبيد الكتبي يقدم شاهين على المركز الثالث والمركز الرابع اهلاوي لسعود بن يوسف بن غانم اهلي من ياتينا بهذه الانطلاقه وهذا الاداء وهناك شاهين حمد بن خليفه بن سلطان المنصوري على المركز الخامس هذه هي النتيجه للمراكز الاولى بهذه الانطلاقه وبهذا التحدي الجميل هنا صدارة هذا الشوط ومياس من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط سيف سالم بسيف إن يا لمن انطلق بالمقدمة وبالمركز الأول سيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة يندفع بانطلاقة وتحديات هذا الشوط بهذه الانطلاقة وبهذا الاداء الجميل ما شاء الله هو تحديات هذا الشوط هو تشاهدون على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول يسيطر على مجريات هذا الشوط واندفاعاته وتحدياته الجميله تهانينا لسيف سالم بسيف النيادي على فوز مياس بالمركز الاول هنينا والناموس ولحظه وصوله الى خط النهايه معلن الفوز والناموس المركز الثاني ياتينا شاهين منصور بن غدير بن سعيد بن حبوه الحميري وعلى المركز الثالث ياتينا اهلاوي لسعود بن يوسف بن غانم اهلي والتوقيت الزمني دقيقتين و عشر ثانيه هو التوقيت لهذا